يوسف الشهيد محمد صلاح هعمل له باسمه منشاف نادي الزمالك. الله. لانه لا يقل عن الشهيد احمد منسي ضحيه الارهاب، ولا يقل عن الشهيد احمد ابو الدهب ضحيه الارهاب. تمام. انا بنعمل له حاجه تليق بيه في نادي الزمالك تخلد ذكرى هذا الشهيد. ادي واحد. اثنين، اقسم بالله العظيم انا لو بايدي اموت نتنياهو. شوف بقى اكتر من كده بقى، يعني انا بقول لك نتنياهو. وعلى فكره لو تفتكر اول زياره ليك في مصر، اول ما جيت مصر من سنترال للالفي، على فكره بقول الكلام ده ملوش علاقه بالدوله. تاني، انا هنا مواطن لا مسؤول سياسي ولا مسؤول حزب لسه ولا لا ولا في نادي الزمالك. انا عم معزول المره دي، بقى معزول عشان ما احرجش الدوله.